لم تنتهي كرامات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند تلك الليلة الذي أخذته فيه حليمة السعدية متجهة إلى حاضرة بني سعد، حيث تقول عن كرامات هذا الصبي اليتيم: والله إن القوم كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، ويسرح راعي غنمي وتعود غنمي وقد شبعت وتدر اللبن، وتعود أغنامهم جياعا ما بها من لبن، ونحن نشرب ما شئنا من اللبن. فيقول القوم لرعاتهم: ويلكم، لما لا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعب الذي يسرح به راعينا، وترجع أغنامهم ما بها من لبن، وتعود غنمي وقد شبعت. بعد أن تم الرضاعة وبلغ الفطام، راحت حليمة السعدية به إلى مكة لترجعه إلى أمه، لكنها من شدة ما رأت من البركة أخذت تقنع أمه آمنة بنت وهب أن تترك الصبي عندها خوفا من وباء مكة، وبقيت تقنعها حتى رضيت آمنة أن تبقي النبي صلى الله عليه وسلم عندها لفترة أخرى من الوقت. بعد أشهر قليلة من رجوع حليمة إلى ديارها مع النبي الكريم وقع أمر غريب، حيث تقول حليمة السعدية: لم يمضي على مقدم الغلام معنا إلا أشهر قليلة حتى وقع له أمر أخافنا وأقلقنا وهزنا هزة، فلقد خرج ذات صباح مع أخيه خلف بيوتنا، وتقصد أخوه من الرضاعة، وما هي إلا قليل، حتى رجع أخوه يعدو وقال: الحقا بأخي القرشي، فقد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض وأضجعاه وشقا صدره. فانطلقنا أنا وزوجي نغدو حتى وصلنا عنده، وإذا بوجهه منتقع ويرجف، فالتزمه زوجي وضمنته إلى صدري وقلت له: ما لك يا بني؟ فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا صدري، والتمسا شيئا فيه لا أدري ما هو، ثم خلياني بعد أن أغلقا الشق في صدري ومضيا. فرجعنا بالغلام خائفين، ولما وصلنا خباءنا التفت إلي زوجي وقال: إني أخشى أن يكون هذا الفتى المبارك قد أصيب بأمر لا قبل لنا برده، فألحقيه بأهله فإنهم أقدر منا على ذلك. وركبنا من فورنا حتى وصلنا مكة، ودخلنا إلى بيت أمه، فاستغربت مقدمنا ثم بدرتني قائلة: ما أقدمك بمحمد يا حليمة وقد كنت حريصة عليه؟ قلت: لقد قوي عوده واكتملت فتوته، وقضيت الذي علي نحوه، وتخوفت عليه من الأحداث فأتيت به إليك. فقالت: أصدقيني الخبر. ثم لا زالت تلح علي حتى أخبرتها بما وقع له، فهدأت أمه ثم قالت: وهل تخوفت عليه الشيطان يا حليمة؟ قلت: نعم. فقالت: كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأن، وهل أخبرك خبره؟ فقلت: بلى. فقالت: عندما حملت به حلم أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرة من أرض الشام، ثم إني حين ولدته نزل واضعا يديه على الأرض وكأنه ساجد، ثم قالت: دعيه عنك وانطلقي راشدة، وجزيت عنا وعنه خيرا.